اهلا وسهلا الغزي ولاد، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم. المهم الغزي ولاد، اليوم انتم ما شفتوني، بغيت غير نشارك معكم يعني هذا الفيديو الصغير. خرجت نتمشى شويه، انتم ما كتعرفوني، انا يوميا كنتمشى ساعه في الصباح وساعه في العشيه، وصراحه راني فرحانه بزاف. الحمد لله يا ربي عندنا شويه تبدل الجو، ما بقاش هذاك الصهد، ويعني ما كيقدرش يتمشى والحراره بزاف، يعني كاين الغيام وشويه تاع الريح، انتم ما كتسمعوا زعما الريح بزاف. المهم يعني واحد الجو هايل هايل، وانا خرجت للطبيعه غير بوحديتي، خرجت نتمشى واحد ساعه ولا ونرجع للدار. شوفوا معايا الجو كي داير، تشوفوا الطبيعه كي دايره، غزاله كتحمق كتهبلني. انا هاد البروده ما كاينش داك الصهد يعني اللي كيخلي بنادم مسخسخ، او يعني انتم الطبيعه غزاله والحمد لله يا ربي تحت الشتاء، يعني هذا خبر كيفرح من عند الله سبحانه وتعالى. وكنتمنى جبتكم غير تضربوا دوره معايا، تعرفوني منين كنتمشى، انتم كتشوفوا الناس يعني كلشي كيتحرك، وضروره البنات خاصكم تحركوا، واخا ولو غير نص ساعه في النهار، ما بقاتش يعني غير في الغولد، ولا بنادم غير لحقاش غير اللي سمين، ولا غير اللي عنده الكيلويات كتار، ولا لا بالعكس، بنادم خاصو يتحرك على صحته، على صحته. الدوره الدمويه كدور مزيان، القلب ديالنا يتوالف، يتمشى، نطلعوا الدروج، نهبطوا، يعني فيها بزاف، ماشي بقات غير في الغولد، ولا خاصني نتمشى غير على حساب الغولد ولا. المهم الغزالات، انا درت معكم هذا البلوك خفيف، وكنتمنى يعني يكونوا كيعجبكم فيديوهات، وشكرا على الدعم الكاملين، وشكرا يعني على الكومونتاريوس كاملين كنقراهم. ولا دوزت شي واحد يعني كنقول سمحوا لي، راه واخا ما كنقدرش نقرا في ذاك النهار، راه من بعد يعني كنعاود نشوف وكنعاود نقراهم. المهم البنات، كنقول لكم اليوم في العشيه ان شاء الله غادي يكون، غادي نحط لكم الفيديو ديال الوصفه اللي هدرت لكم عليها ديال التونيا، ولا اللي كيكون يعني نتفت بزاف حجبانها، ولا المهم، ولا كتكون عندها الخويا في الشعر، ولا بلاتي غنعطيكم التفاصيل. المهم بلاتي غنحطوا داك الفيديو، وانتما كتشوفوني يعني مقود يعني كتمشى مزروبه، يعني حتى السوفل ولا كيمشي ليا. المهم ما بغيتش نطول معكم، ونتلاقاكم ان شاء الله في شي ساعه اخرى ديال الخير، وباي باي الغزالات ديالي.